مشاهدينا الكرام، اهلا بكم في عدد جديد من انفاس سبور. واليوم كيف العاده غادي يحضر معنا المحلل الرياضي مجيد الخال. اهلا بك مجيد. اهلا الاخ نهاد، اهلا متابعي انفاس بريس. اهلا بك مره جديد معنا وشكرا على تلبية الدعوه. مرحبا دواج مجيد. غادي نبداو بالوداد. الوداد اخيرا اعلن على الموعد ديال الجمع العام ديالو. واش كتشوف هذه الخطوه اللي قدم لها المكتب المسير ديال الوداد اولا لجنه تصريف الامل بالوداد الرياضي؟ غادي تلقي بالدراسه ديالها على الاداء التقني ديال الفريق، واخا الموسم ما بقاش فيه بزاف، مثلا نقدروا نتكلموا على الموسم الجاي. واه حنا نبدا معكم من التصريح ديال اوناجم، وقلنا فين ولا لاعب كيتكلم على اشياء اللي خارج الاطار التقني ديالو وتكلم على الجمهور، اذا راه كاين مشكل. وحتى الاصداء ديال المشاكل اللي كاينه داخل المكتب المسير واصله للاعبين، فكنظن انه في ميدان كره القدم فكتلقى كل شيء متداخل. فلا تكلمنا على الجمهور، غنتكلموا على الموارد الماليه والبشريه، وهنا نتكلموا على المكتب المسير، ونتكلموا كذلك على الاطار التيري. فكنظن انه عقد جمعه عامه باش ان اللاعبين هما يعرفوا شنو الخطوه المقبله اللي يقدروا يديروا، لانه الان كنظن انه مستقبل غامض بالنسبه لفريق الوداد الرياضي. ما كاينش واحد يعني اطار باش انهم اللاعبين كيشتغلوا بواحد الاريحيه، تجديد العقود، مجيء لاعبين اخرين، لانه هنا كنتكلموا على فريق الوداد الرياضي اللي كيصارع كبار القاره الافريقيه، وكذلك الفوز ديال البطوله عده مرات في السنوات الاخيره. فكنظن انه عقد الجمهور العامه في هذه الاونه غيكون شيء ايجابي باش انه يكون واحد الاطمئنان، ويكون واحد يعني مسار تصاعدي ديال النتائج، لانه كاين الاشكال. فديما كنرجع لك للتصريح ديال اوناجم واللي بان فيه عده اشياء، فكيقول لك حنا باقيين ما عرفناش شنو وقع لينا. فتكلمنا على ترسانه بشريه، فكاين لاعبين اللي هما ممتازين، لاعبين اللي لعبوا نهايه ديال كاس سوبر ليغ. التغيير ديال الاطقم التقنيه كنظن انه توا اثر سلبا، انه المجيء ديال البنزرتي في واحد الفتره اللي كانت فتره صعيبه. عادل الرمزي رغم انه كان كيشتغل بشكل جيد، ولكن معاكسته النتائج، ولكن حتى المحاور او المكتب المسير اللي كيوضع يعني اهداف مع المدرب، فهو هنا كاين اشكال. وكنظن كما تكلمتي فجمع عقد ديال الجمهور العام اللي متاخر بالنسبه للوداد الرياضي، فيعود بالايجاب ان شاء الله على النادي. مجيد، من شفتي التعليق ديال اوناجم، اشنو الوهله الاولى، شنو جاك في بالك ان لاعب اللي كيهضر على الجمع الان؟ لا، هنا في شحال هذه كان اللاعبين هما اللي كانوا كينتخبوا على الرئيس، ولكن حنا في الاونه الاخيره ولا يعني ولات الجمعيه ولات الشركه. فكنظن انه اللاعب ماشي من حقه يتدخل في هذه الاشياء، خصو يعني يركز على ما هو تقني بدني وتكتيكي باش انه يكونوا نتائج ايجابيه داخل الملعب، والاشياء الاخرى يتركها لاصحاب الاختصاص. لانه حنا كنعرفوا الوداد الرياضي فريق كبير بالتاريخ ديالو، فريق كبير بالجمهور ديالو، والكلام من طرف لاعب فكنظن انه غيدخل الشك حتى للجماهير. فهنا كنعرفوا بانه المسانده اللي مشروطه من طرف الجماهير لفريق الوداد رغم سوء النتائج، رغم الخروج من كاس عصبه الابطال اللي منذ سنوات كنظن 9 حتى 10 سنوات هما ديما كيكونوا متواجدين في الدور الثاني. فكنظن انه كيدخل يدخلك الشك، وباش نعرفوا انه الوداد ليس بخير، وهاد النتائج اللي كتحقق فكنظن ما متعلقاش بما هو تقني، فكنظن ما متعلقه بما هو تسييري. مجيد، غنتكلموا على البرمجه ديال المباريات خلال شهر رمضان. المباريات غادي تلعبوا بالليل من ابتداء من الساعه 10. كيفاش كتشوف هذه المساله هذه، وقربنا من اجواء المنافسه في رمضان؟ فكنظن في رمضان شهر كريم، شهر اللي هو يعني كنظن انه عنده خصوصيات روحانيه. ورغم انه يعني في الامس القريب ما كانوش الملاعب فيهم مزودين بالاضاءه، كنا كنلعبوا مع يعني الثالثه بعض الدور، كنا كنلعبوا مع الرابعه، وسبحان الله. فكنظن انه كنتكلموا دائما في كره القدم على ما هو ديني، وحنا كنعرفوا علاقتنا برمضان وعلاقتنا بالدين الاسلامي، فكتكون عندك واحد الحافز اللي يعني معنوي اللي هو كيجي ما كتعرفش منين، فكتقدر انك تكمل المقابله في واحد الظروف اللي هي جيده
رغم الصوم، وحنا كنعرفوا تاثير الصوم على الرياضيين، لانه كيكون استهلاك ديال الماء، وحنا كنعرفوا ان ليدغاتاسيون مهمه بالنسبه للاعبين لانه كيفقد املاح معدنيه، ولكن خاص يعني الاطباء اللي كيكونوا مع الانديه هما اللي يسيروا هذا الايقاع ديال رمضان، خصوصا من ناحيه ديال الفتره اللي كت ما بين الفطور والسحور، شنو هما الوجبات، شرب كثير من المياه، والاعتماد على الوجبات اللي فيهم الهيدروكربونات اللي هو كان لي بات الروز، باش انه هذيك الطاقه فين توصل ل 10 موعد مباراه ما يكونش واحد استنزاف ديال الثروه البدنيه. دار عده يعني دراسات وعرفوا انه كاين تاثير ديال الصوم خصوصا في يعني المد للايقاع وكذلك المده ديال الركض ديال اللاعبين. ولكن احنا كما تكلمت فهذا شهر مبارك، اللاعبين كيكون عندهم يعني مستعدين نفسيا، وكنظن انه 10 الليل ما غيكونش واحد الاشكال، خصوصا كما تكلمت الا كان نوع ديال التغذيه اللي كان اللي وضعها طبيب الفريق كتماشى هذا الشهر الفاضل. وخاصة هذاك احترام الفارق الزمني بين الوجبة وممارسة التمارين ثلاث ساعات. فلا احنا كنتكلموا على يعني الفطور، غيكون وجبة فطور يعني صلاة المغرب غتكون مع الساعة 6:45، يعني احنا كنتكلموا أقل هو ثلاث ساعات، فكاين كاين ديال الهضم، كاين واحد المدة يعني لا بأس بها ديال الهضم، ولكن خاص كما تكلمت على شنو المكونات ديال الفطور، واش يعتمدوا على البروتين. احنا كنعرفوا يعني في كرة القدم طيال السنة فاللاعب ما خصو يكون مقيد بنوع من الاغذيه، ماشي بحال شخص عادي. فكنظن هذه الاشياء ما بقاش فيها الاشكال، ولو دابا ابحاث ولا عده امور كتدخل في كره القدم باش انه العطاء ديال اللاعب يكون جيد. بالنسبه لك مجيد، كيفاش كتشوف في البرمجه؟ حنا مؤخرا كنشوفوا احتجاجات على البرمجه كانت واحد الشكل متوالي، واش كتظن ان البرمجه غتجي بنفس الوتيره في رمضان؟ فالان كنتكلموا على الدوره 23، يعني 23 في شهر مارس، فكنظن انه غا وتيره سريعه، ولكن الا سمعنا الكلام ديال رئيس العصبه الوطنيه لكره القدم يعني المحترفه، فكنظن انه كاين زخم وكاين واحد ازدحام ديال التواريخ، خصوصا تاريخ فيفا اللي غيكون الان من 19 ل 28، كذلك التواريخ ديال كاس العرش. فإلا بقينا غاديين بهذا الايقاع فكنظن اللي غيتضرر اكثر هما الفرق اللي كانوا كيخوضوا اضرابات، اللي ما استعدوش بشكل جيد، وهنا غيكون تاثير اول شيء على النتائج، وشفنا مؤخرا شباب محمديه اللي كتمر من ازمه النتائج، كذلك المدير الجديد حسن تكادير، وهذا اللي شفنا يعني في شهر يناير فبراير كلهم كانوا كيخوضوا اضرابات، وكذلك اللي ما وجدوش قبل الموسم. نحن كنتكلموا على الاستعدادات قبل الموسم، فهي كتعود بالنفع في الامطار الاخيره كما ينصح التعبير، فما كيكونوش اصابات كثيره. كنتكلموا على الجيش الملكي، الان اللاعبين ما شاء الله يعني كانوا يعني تمرنوا بشكل جيد، عندهم اهداف، كاينه ترسانه بشريه، كيتم تدوير اللاعبين، والان غادي في مسار جيد، كذلك فريق الرجاء، فرق الوداد الى حد ما، ولكن الانديه الاخرى اللي ما استعدوش بشكل جيد غيكونوا اصابات عضليه، غيكونوا يعني هبوط في مستوى ديال خصوصا في المقابلات اللي غتكون حاسمه، وكذلك المواجهات المباشره. فكنتمنى ان الايقاع ديال البطوله يرتفع، لانه حنا كنتكلموا على التسويق ديال البطوله الوطنيه، وباش نتكلموا على كذلك ان بطوله محترفه، فما خصناش نبقاو نشوفوا هذه الاشياء اللي يعني كتخلي عندنا سمعه ما زويناش بالنسبه لكره القدم الوطنيه. بغيت نعرف رايك مجيد في الجدل التحكيمي اللي دا مؤخرا، شنو كيفاش كتشوفوا؟ فانا غنكون معك صريح، فالمشكل هنا في المغرب هو ان الحكم، وحتى كنا كنلعبوا ولا الان ولا مش حال هذه ولا في جميع الدوريات، كتلقى بانه اللاعبين كياخذوا الحكم كعدو كخصم، ماشي كمتداخل في اللعبه. احنا في كنا صغار كتسمع يعني مدرب كيجي عندك يقول لك عندكم الاربيط ما تدوش على الاربيط، خلوا الاربيط، فهمتي؟ كت الاشياء كت يعني حتى نفسيا كتبقى ديما رد مع البال. الان نعم كاين جدل، ولكن خاص حنا ديما كنتكلموا على خاص يكون واحد الكومينيكاسيون ما بين اللجنه ديال المديريه ديال التحكيم وكذلك الانديه، كيفاش غتكون هذه الكومينيكاسيون. فكنظن ان يكونوا كل اسبوع تتم زياره ديال الانديه، يكون واحد التقارب ديال الرؤى، يكون حتى في الاحتجاجات يكونوا يعني احتجاجات مقبوله. كذلك كنتكلموا على الاشكال الان اللي كلشي كيتحدث عليه هو ديال الفار، فالفار حنا من اول
البلدان اللي كاينه في افريقيا اللي لبس الفار، فخاص يعني مده باش انه نتاقلموا مع هاد المعطى الجديد. وكذلك نتكلموا حتى على الحكام ديال الشرق، خصهم حتى هما يكونوا واحد النوع ديال الاجتهاد، لانه ما خصوش يكون يعني التركيز على انه كاين الفار، فخاص انت دير العمل ديالك على اتم وجه باش انه الكل يكون غادي الهدف واحد هو الاصلاح المنظومه الكرويه، وكذلك الذهاب بعيدا بطوله وطنيه باش اننا نشوفوا لما لا نشوفوا بحال البطوله السعوديه الان اللي كتتربى المثل من ناحيه البطولات العربيه. وكذلك كنتكلموا على البطولات التونسيه رغم انهم كيتكلموا انهم الفار عندهم مشكل جديد، ولكن ما كينقلوش مقابلات كثيره، كينقلوش مقابلات في الدوره. فكنظن انه لا صبروا الانديه، وكذلك كيكون الاجتهاد ديال التحكيم، وما يبقاش هذيك العداوه ما بين اللاعبين والاطقم التقنيه مع الحكام. فكنظن ان الامور تمشي على خير. مجيد، بغيت تعليقك ورايك في منافسات البطوله لحد الان وهذا الصراع الثنائي بين الجيش والرجاء البيضاوي. فاول شيء اللي تكلمنا على الانديه، على الرجاء الرياضي وكذلك الجيش الملكي، غنتكلموا على كاين واحد يعني تسير اللي هو متميز، ما كنظنش انه كاين مشكل مادي. هذا الشيء اللي كنسمعوه من فريق الرجاء وفريق الجيش الملكي، وفريق الجيش الملكي كنعرفوا انهم يعني منذ مده ما كاينش هذا الاشكال. كذلك كنتكلموا على تسانه بشريه، لاعبين اللي هما متمرسين، لاعبين اللي مهاريين، لاعبين اللي كيديروا الفرق في مقابلات اللي كتكون يعني مسدوده. كنتكلموا كذلك على الجماهير والمعطى اللي هو مهم، فالحضور الجمهور كنظن انه كيعطي واحد الدفعه معنويه للاعبين باش انهم يقدموا احسن ما عندهم. وكنتكلموا كذلك على الاطار اللي غادي بالبطوله، وكذلك التشويق اللي كيعطيو هاد الانديه. حنا كنا تكلمنا على الانديه الرائده والانديه اللي كتعود يعني للقافله ديال كره القدم الوطنيه، الجيش، الوداد، الرجاء وبركان. كذلك الا تكلمنا على الفتح الرباطي، فهاد الانديه ما كنظن انهم ديما كنلقاهم يعني كاين واحد الانضباط. كذلك حتى الشيء المهم هو الحفاظ على الاطار التقني او المدرب، فكيكون واحد الاستقرار، فكتشوف نتائج ايجابيه. استقرار مع زيمباور، استقرار مع النبي، العمل ديالهم كيكون واحد الانسجام ما بين اللاعبين والمدرب، فاكيد انها غتكون نتائج ايجابيه. وكنتمنى انها تكون يبقى هذا الصراع باش نشوفوا يعني هذيك يعني بحال النديه باش تعطي واحد الجماليه للبطوله. وكذلك حتى في اسفل الترتيب لك تسولي السؤال انا غنسبقك، فاسفل الترتيب توا فيه نديه، وكان شفنا انه من يعني الصف العاشر كلهم معنيين بمساله ديال النزول، وكاين واحد التقارب اللي هو كثير. فكاين هازم فريق كيحتل الصف 15، فالفريق اللي تحت منه كينهازم، كذلك الفرق اللي كتكون قريبه اللي كتنهازم، وكذلك في كيفوز، فكاين واحد الصراع. فكنظن هذيك غتزاد في الجماليه ديال الدوره الاخيره في البطوله الوطنيه. سي مجيد، كنشكرك على الحضور ديالك معنا، وشكرا على التوضيحات ديالك، وشكرا على النقاش معنا. شرف ليا، وديما كنكون سعيد تواجد معكم. بارك الله فيك سي مجيد. مشاهدينا الكرام، وصلنا الى نهايه الحلقه، الى اللقاء في عدد جديد.